يا من ذكراك ينفعني بالتاريخ مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم بعد هذا الفاصل. حقيقة اللي شاهدنا به فرحة الأطفال وبسمة الأطفال ولعب الأطفال، هنا تكمن السعادة الحقيقية بوجوه الأطفال وسعادتهم. هذه السعادة تكتمل عندما يجد الطفل متنفس أو مكان يستطيع أن يمارس نشاطاته وحركته اللي هي حقيقة يعبر بها عن انفعالاته عن مشاعره. فالحركة ممكن تكون داخل المنزل، ولكن هي تكون أكثر حيوية وتكون أكثر جمال لما تكون بمناطق مفتوحة. بالتأكيد بهذه الفترة وهي مناسبة أعياد كل العوائل، سواء كنا صغارا أو كبارا، هذا الموضوع ما يغني أنه كل إحنا نحتاج إلى أنه نذهب إلى المكان يعني المخصص مثل حدائق المتنزهات، العتبات مشكورة، يعني خصصت الكثير من المناطق اللي هي تكون خضراء وواسعة وبها مجال أنه النفس عن هذه الطاقة. فنحتاج أعتقد لهذه المساحة، وتحديدا أنه بهذه الفترة إحنا مقبلين على امتحانات. أعتقد من باشر راح تبلش امتحانات الابتدائية، والابتدائية يعني هذا العمر حرج، فيحتاج إلى أنه يعيش فترة ينفس فيها عن يعني طاقته ويروح عن نفسه حتى نبدي بداية جديدة ويا الامتحانات إن شاء الله. يعني صراحة عندي مداخلة بهذا الموضوع، بما أنه جبت يعني موضوع الامتحانات، يعني استغربت أنه مباشرة بعد يوم العيد امتحان، واعتقد انه هذا شويه مربك للاطفال، لكن على كل الاطفال هي كل العوائل، حتى يعني الناس اللي داخل المنزل. احنا كنا برمضان ما عندنا مجال انه يعني نادي بعض الاعمال سواء بالمنزل او بعض مباشره تجي الامتحانات، فسواء قبلنا او قبلنا يعني هو هذا واقع خليها حال. فتره الاسبوع المقبل ممكن، لكن احتمال هي هذا منهجهم وتخطيطهم لي انه اكمال المنهج وانهاء السنه الدراسيه، اكيد كلها لمصلحه طلابنا، وبالتالي احنا لازم يعني نكون حريصين اكثر على تدريس الابناء، وان شاء الله يا ربي كل النجاح والتوفيق لهم. المشكله انه ما قدرنا ناخذ راحتنا بالايدي، يمكن البعض عندهم بكالوريا عندهم امتحانات، فاستغل هذه الفتره انه يراجع بهذه الفتره. صحيح، حتى بالعيد. لكن ان شاء الله اكيد بعض العوائل والاسر طلعت للحدائق سوزان والمتنزهات، وراح نشوف هذا الشيء. نعم أكيد. ان شاء الله ضمن تقرير لزميلنا امير الجنابي، اعاد لنا تقرير حول هذا الموضوع، واللي حقيقه مثل ما ذكرنا وناكد على انه لازم ننتهز هذه الفرصه، واليوم على الاقل تقريبا العصر ما بقى لنا شيء، الى انه خلي نرفع عن نفسنا وعن اطفالنا حتى نبدي بطاقه ايجابيه ان شاء الله. خلينا نستمتع بهذه المناظر المشجعه على التنزه بالحدائق العامه. اجواء ملؤها الفرح والسعاده بانت على محيي الاطفال، هكذا استقبلت مدينة سيد الأوصياء وباقي مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في كربلاء العوائل العراقية من مختلف المحافظات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سخرت هذه المدن جميع سبل الراحة من الخدمات الفندقية والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب، فضلا عن الحدائق ذات المساحات الخضراء. الحمد لله مدينة سيد الأوصياء دائما مستعدة لمثل هكذا مناسبات، خصوصا في أيام عيد الفطر المبارك. تعرف هذا العيد له في الطابع خاص وطابع مميز، خصوصا بعد انتهاء شهر رمضان والخدمات اللي قدمتها مدينة سيد الأوصياء في شهر رمضان المبارك، كانت خدمات مكثفة، خصوصا بعد دخول عشرات الآلاف من العوائل في مدينة سيد الأوصياء كرام. وفرت لهم طبعا إدارة مدينة سيد الأوصياء قاعات للاستراحة وللمبيت، طبعا أيضا مساحات شاسعة لألعاب الأطفال والحدائق والنافورات، طبعا بالإضافة إلى جهزنا 6 فنادق أو 6 مجمعات سكنية لاستقبال العوائل الكريمة واستقبال زفاف الأعراس في مدينة سيد الأوصياء. كبار على طاولة النقاش خلقوا جلسة حوارية بهذه الأجواء، غلبها الحديث عن أمنيات العيد ودلالاتها التراثية، لكنها لا تخلو من التطرق إلى تحديات الواقع الاجتماعي الذي يمر به العراق، داعين الجهات ذات العلاقة أن تهتم بمشاريع البنى التحتية والأماكن الترفيهية كتلك الصروح التي أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة. أنا من النجف الأشرف، حقيقة صار سنتين من نعم الله أن نجي إلى كربلاء بمناسبة العيد، شفنا هذا الصرح الجميل، صرح سيد الأوصياء، حقيقة هاي الامتياز اللطيف البي من بناء ومن خدمات ومن حدائق ومن أناس يعني موجهين مرتبين، حفظا للتقاليد موجودة بها، حفاظ التقاليد موجودة بها، والالتزام موجود به، والخدمات والأخلاق، يعني حقيقة فكل الصفات المتميزة بهذا المجمع لقيناها موجودة، إضافة إلى الكادر الموجود داخل البنايات مال الاستراحة يمتلكون الأخلاق العالية والترحيب والوجه الرحيب. حقيقة أنا من محافظة صلاح الدين، من مدينة بلد مدينة الإمام السيد محمد عليه السلام، كل سنة نقضي
أيام عيدنا زيارة الأهالي وزيارة الأقرباء والعمام والخوال، وبعدين نطلع نزور الأئمة سلام الله عليه. أنا الآن السبب في مدينة كربلاء، مدينة الإمام الحسين عليه السلام، في سبيل ندعي للأمة الإسلامية ولجميع المؤمنين أن يعيد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالأمن والأمان. وتعد مدينة سيد الأوصياء للزائرين واحدة من الأماكن الترفيهية التي أخذت صدى واسعا على مستوى العراق، إضافة إلى دخولها ضمن التقييمات العالمية للوجهات السياحية الأكثر استقطابا للزائرين. من كربلاء أمير محمد، قناة كربلاء الفضائية.